الاهلي مع انه تابع هو ولا ناس انا ما طرحش للمدرسه امس او فعلا كان دكتور ولا مش عارف ايش مهم لكن ما اي قريب هنا ولا ما اي مرتب بده يبرر المكتبة الوطنية هي هامة جدا لأنه في مرحلة من المراحل كانت تحتوي الشباب. الآن الشباب في ضياع. كان في الأول الشاب يفكر يا أما يلتحق في نادي يا أما يلتحق في فرقة موسيقية أو إنه يلجأ إلى المكتبة ليحصل على ما يريد من المعلومات، وبالتالي هو يؤدي خدمة للمجتمع بأنه يثقف نفسه أكثر. فلهذا أنا أتمنى إنه لو تعهد هذه المكتبة الوطنية وكذا مكاتب في كل المديريات وفي كل الأحياء سيؤدي هذا إلى التقليل من ضياع الشباب وجلوسهم على الأركان وضياع الوقت دون أي فائدة. خلي حبس مولي خلي صوره سمولي بس هذه المكتبة كانت شاملة، مكتبة ثقافية علمية تحوي الرسائل العلمية الأدبية والعلمية التي تصدر، الرسائل الجامعية التي تصدر من جامعة عدن ولازم توثق فيها في هذه المكتبة، وتحوي أيضا كتب علمية قيمة، وكانت مكتبة ثرية جدا بالكتب، فكانت قبلة للشباب والمثقفين والمتعلمين من عدن ومن المناطق المختلفة من المحافظات. ولهذا نحن ندعو السلطات المحلية، السلطات الرسمية الحكومية، الجهات الرسمية إلى إعادة النظر في عودة هذه المكتبة، هل تقوم بدورها الريادي التثقيفي التنويري في المحافظة وفي عموم الوطن. Thank you.